أدائك أيتها الصحفية هي طريقة أداء المترجمين خصوصا من الإنجليزية إلى العربية، ونحن نعمل من هنا على الكثير من يعني وكأن واحد يتكلم بلغة أخرى وأنت تترجمين عليه يعني، فأنت تصلحين مترجمة تلفزيون مترجمة يعني إن شاء الله. علاش لا؟ الأخبار يا سهام، الأخبار عادة ما ترفق بكلمة بالإنجليزية اسمها نيوز، ما هو أصل كلمة نيوز؟ أنا ما أظن إنجليزي جديد أصلها الأول نيو الجديد الجديد تعني الجديد الجديد يعني الخبر الجديد. تعرف عليك الأستاذة السيدة الكريمة، مرحبا. مرحبا دهمش نعيمة من قسم الإعلام كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جيجل. سيدة نعيمة أنت هنا في جيجل، أعتقد أنك إعلامية أيضا. طبعا أطمح أن أكون إعلامية لكن تجربتي لا ترقيني إلى هذا اللقب طبعا. لكن صوتك يعني إذاعي، صوتك ما شاء الله عليك، أنت أدائك هذا أداء إذاعي جيد ومتميز يعني. بحكم الموهبة والميول وشيء من الممارسة. سيدة نعيمة، هل يعني الإعاقة كونك مكفوفة يعني كفيفة، نعم، هل تعيقك على أداء العمل الإعلامي؟ ربما تصعب منه ولكنها لا تعيقني، ما دامت الرغبة موجودة، ما دامت الموهبة موجودة، وأنا هنا من أجل تسهيلها أكثر بتأطيرها علميا يعني وأكاديميا. هل تكتبين على البرايل أم أكتب بطريقة برايل طبعا. وتقرأينها أيضا؟ نعم أكيد. طيب أنت كيف وصلت إلى هذا المستوى من الدراسة، يعني هل بهذه الطريقة طوال مسارك الدراسي؟ هو في الحقيقة مساري الدراسي مختلف عن المسارات الطبيعية، فيه الكثير من العصامية، فالالتحاق يعني الطبيعي بمدرجات الدراسة لم يكن إلا في الجامعة. طيب هل تعتمد على الذاكرة فقط أم على الكتابة أيضا؟ طبعا طريقة برايل في الكتابة من شأنها أن تأخذ الوقت، وأيضا قد تزعج حتى الزملاء، وبالتالي أتجنبها في القسم، أمارسها فقط في البيت. ففي القسم مثلا أو في المدرج أركز على السمع، ثم بعد ذلك أعتمد وسائل أخرى كالوسائل السمعية مثلا. طيب كمهتمة بميدان الإعلام، كيف تقيمين العمل الإخباري في الجزائر؟ سواء في قنوات تلفزيون أو في وسائل الإعلام الأخرى. طبعا أستاذ قد يكون لي ما يؤهلني لإبداء الرأي، ولكن أعتقد أن التقييم أتركه لمن هو أكثر خبرة في المجال الإعلامي مني. وسؤالنا يا سيدة نعيمة، هذا من تواضعك على أي حال، في حلقة اليوم من البرنامج سؤالنا الأخبار، عادة ما ترفق هذه الكلمة كلمة الأخبار بكلمة إنجليزية اللي هي نيوز، نعم، ما هو أصل هذه الكلمة؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ طبعا إن تفصيص الكلمة إلى حروف، كل حرف منها يؤدينا إلى اتجاه من الاتجاهات الأربع التي تأتي منها الأخبار. يعني كلمة نيوز، نعم، فيها عبارة عن حروف. الآن ماذا تعني؟ تعني نورت، نعم، الشمال نعم، والأ أست، أست، ودبليو في ويست، ويست، والأس سيود، ساوث اللي هي الجنوب. كلمة نيوز هذه الكلمة عبارة عن أربع حروف تمثل الاتجاهات الأربعة التي تأتي منها الأخبار، كل حرف يؤدينا إلى اتجاه، كل حرف يؤدي معنى اتجاه معين، نعم. ولذلك ترفق الأخبار وكلمة النيوز بالكرة الأرضية التي تأتي منها اتجاهات العالم الأربعة يعني. نعم. السيدة نعيمة، مبروك عليك خاتم سليمان. الكلمة الأخيرة ليك سيدة نعيمة. ربما في يدي الآن خاتم سليمان، ولكن ما أتمناه مستقبلا أن يكون في يدي خاتم المتفقهة أو المتخصصة في الإعلام بكل احترافية وبكل ما يعبر على الكلمة من معنى ومضمون.
عندي.